بيغني وبيعزف وبيمثل وكمان رياضي. بدأ حياته وهو عنده 17 سنة في استوديو الفن، ودلوقتي حينورنا في استوديو أغلب السقة. بيقولوا عليه شخصية قوية وبيحب شغله ومحبوب من الناس كلها. معنا ومع السقة أمير الليل، عم الناس الرايقة، البوب ستار رامي عياش. رامي رامي او ماي جاد، اشتقت لك. انا كثير اي مس يو. رمضان كريم. وعليك يا رب. ابو ارام على كل المشاهدين حبيبي. ارام ورام وهلا حجيب اريانا. انا بعب انا ماشي ورام وانا وياك بزيت تاريخ الميلاد كمان طبعا 18/8. يعني عنا اسدين اليوم. ايوه يعني السقه افضل له ما يجي على الحلقه من لا. بابها كده بص يا سقه عندك اسد واسد ومن لبنان، وانا لو مكانك اروح رح يفرمنا السقه. الغي رحلتي. لا انت كده هتزعلني انا. لا لا شو انت مالك وماله؟ انت انا مع... لا انا ضده للسقه من الاول. ايه ايه خلاص هوريك يا سقه. هوريك. بص على الكاميرا كده اقول له بص اهو هنغلب السقه ان شاء الله. ان شاء الله هنغلب السقه وحوريك بس بالحب. يعني بالحب. ايه ايه بالحب. احنا تحدي الخير ورمضان وكل الكلام ده. طبعا احنا شفنا شخصيه رامي الاسد ابن بلدي اللي جاي النهارده بكل الحماس عشان يوري للسقه. ودلوقتي لازم نستقبل اللي ما حدش قادر عليه، احمد السقه. الناس اللي بتضحك على طول، اما العالم اللي بدايه انا لا انا ليش دور. وبحب الناس اللي بتضحك على طول. حبيبي يا رامي نورتني كلها. اسلم لي. انا لا ماليش في دول وماليش في التمثيل ولا في الناس الشيالة. كل اللي في قلبه حاجة اول باول. هوبا. اما العالم اللي متضايق انا لا ماليش في دول. يا حبيبي يا رامي عسل. منور الدنيا كلها رامي. والله منور الدنيا كلها. انت عارف طبعا من زمان، انت عارف من شي 17 سنه صح؟ 17 من 17 سنه انا ورامي نعرف بعض، وهو عارف بعيدا عن الصحوبيه والصداقه، وعارف ان انا ما بيك فاهم. نحن من يعني اكبر معجبين. انا من معجبين يعني. نحن كمان. اه والله منور الدنيا كلها. الله يخليك. منور اقلب السقه. ستار الكبير. حبيبي. حبيبي. حبيبي تسلم لي. خلصتوا. اه خلصت. خلصت. خلصنا. حب رايح جاي. اه ربنا البرنامج ده انتوا لازم تتنافسوا مع بعض. مش فاهمين البرنامج. البرنامج هيبوظ. ليه؟ انتوا لازم تتنافسوا. انا دلوقتي شحنت لا رامي بطاقه. انتوا اللي فاهمينه غلط. انتوا اللي فاهمينه غلط. حلوه دي. بس ايه الروقان اللذيذ اللي انت نازل فيه؟ الله عليك يا احمد لما بتكون متسلطن كده. ايوه انا بحب الطرب. والراجل ده بسم الله ما شاء الله عليه لا قوه الا بالله. يعني سلطان يعني. يعني يعني انا جبت البريمو في بلدي. دي حقيقه. جبت وش الصح قفص زي ما بيقولوا. لا بس يعني بلدكم طبعا لبنان تحيه طبعا اكيد لبنان. فيها كتير. احنا عندنا كتير يعني مليانه نجوم. يا جماعه احنا غنينا للناس الرايقه. وطبعا انا هنا حابه اسال نفس السؤال احمد. مواصفات الناس الرايقه ايه بالنسبه لك؟ ايه بالهم مستريح. بيشتغلوا كويس. اوكي. بيهزروا كويس. يعني بيعملوا كل حاجه بجد. وراضيين. وراضيين. احنا الثلاثه رايقين. احنا الثلاثه راضيين ورايقين. طبعا اكيد مع الناس الرايقه لازم احنا الثلاثه نوجه تحيه لسيد الناس وعمهم عدويه. حبيبي كل سنه وانت طيب. واكيد وما ينفعش التحيه تكون على الناشف يا جماعه. احنا كرمه برضو لازم نحييه باغنيه.